حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. منذ انطلاق معركة إسقاط سلطة الميليشيا في صنعاء لم تتوقف انتقادات الحكومة بحق المنظمات الأممية وممثليها بتهمة الانحياز إلى حلف الانقلاب وعدم الالتزام بمحددات العمل الإنساني. كان آخر تطور هو إعلان مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني أن حكومته طلبت تغيير الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماك جولدريك على خلفية ما أسماه اليماني توظيف العمل الإنساني في الصراع وتحويله إلى خطاب سياسي ضد جهود الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. في هذه الحلقة نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالات هذه الدعوة وتأثيرها على العمل الإنساني في اليمن، طبيعة أداء المنظمات وعلاقة الإنساني بالسياسي في الأزمة اليمنية خلال العامين الماضيين. قال خالد اليماني في الندوة التي نظمتها السفارة اليمنية في باريس إن الممثل الأممي يعمد إلى توظيف العمل الإنساني في الصراع وتحويله إلى خطاب سياسي ضد جهود الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مضيفا أن عدم شفافية العمليات الإغاثية التي تديرها منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن واعتمادها على وكلاء محليين مرتبطين بالميليشيا أعاق وما يزال يعيق توفير موارد أكبر لصالح برامج الأمم المتحدة في اليمن، وهو الذي دفع الحكومة اليمنية للمطالبة بتغيير الممثل المقيم في اليمن. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي. الحكومة طالبت بتغيير منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جملة قالها المندوب الدائم لليمن لدى المنظمة الدولية السفير خالد اليماني في مداخلة له بمعهد العالم العربي في باريس. السفير اليماني أورد جملة أسباب في سياق تبريره طلب الحكومة بتغيير منسق الشؤون الإنسانية في صنعاء جيمي ماك جولدريك، من بينها أن العمل الإنساني الدولي المصحوب بالضجيج المبالغ فيه تحول إلى جهد سياسي مضاد لجهود الحكومة والتحالف في مجال الإغاثة، إلى جانب عدم شفافية العمليات الإغاثية من جانب الوكالات الدولية واعتمادها على وكلاء محليين مرتبطين بالميليشيا الحوثية في توزيع المساعدات الإغاثية. ميناء الحديدة هو مناط الخلاف الذي يزداد ويكبر بين الحكومة والوكالات التابعة للأمم المتحدة على وقع تجاوزات تقوم بها الميليشيا لا تتوقف على منع وصول الإمدادات الإغاثية عبر هذا الميناء إلى مستحقها فحسب، بل أيضاً سرقة المعونات الإنسانية والإثراء منها دون ما اهتمام بمعاناة اليمنيين الإنسانية. والأسوأ من ذلك أن هذا يحدث أمام أنظار منظمات الإغاثة الإنسانية وفقاً للسفير خالد اليماني. جردة حساب المساعدات التي خصصت لصالح عمليات الإغاثة الإنسانية وتأهيل المنشآت العامة في اليمن تشير إلى أن هذه العمليات ارتكزت بحسب السفير اليماني على ما قدمته دول التحالف والذي بلغ 4 مليارات دولار، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 10 مليارات دولار لصالح جهود إعادة الإعمار، منها مليارات دولار عهدة لدى البنك المركزي لاستقرار العملة الوطنية. العملية المرتقبة لتحرير الحديدة باتت في نظر المراقبين معركة مع الوكالات الإغاثية المحمولة بأجندات سياسية صارخة ومع منظمات تعمل بدأب من أجل إبقاء الحديدة وميناءها شريان حياة للمشروع الإنقلابي الذي قاد البلاد إلى أسوأ حرب أهلية في تاريخها. نبدأ الحوار مع ضيفنا نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر. أهلا بك دكتور محمد. في البداية لو تضعنا عند الحيثيات التي اعتمدت عليها الحكومة الشرعية في طلبها بتغيير منسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد ماك جولدريك. شكرا لك أخي العزيز. في الحقيقة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن لم يجر تعز إلا خلال العامين إلا مرتين تقريبا، لم يجر العفو المنقطع إلا مرة واحدة مع السيد ستيفن أوبراين. عكس في تقاريره مستوى غير مسبوق من عدم انحياز وعدم وضع الأمور في نصابها. وجدنا كثير من التقارير فيها أشياء مغلوطة تماما كموضوع ميناء الحديدة وغير ذلك، وبالتالي أصبح الموظف الأممي حينما يتجاوز كثير من القيم وكثير من مبادئ العمل الإنساني ومعايير الأمم المتحدة في العمل الوظيفي يصبح من الصعب التعامل معه
يعني حينما نجده يتعامل مع القسم ومع الجلاد كأنه ضحية، ويتعامل مع الحكومة الشرعية بالعكس، نجد أنه من طبيعي أن تطالب الحكومة بإعادة النظر بأشخاص مثل هؤلاء. طيب، كثيرا ما قدمتم في الحكومة اعتراضات على أداء المنظمات الأممية في اليمن، ما هي أهم المآخذ التي ترونها في أداء هذه المنظمات بشيء من التفصيل؟ ربما أن تحدثت قبل قليل بشيء من العمومية. شوف أخي العزيز، نحن كحكومة شرعية نرحب بالمنظمات الأممية ومنظمات الأمم المتحدة على وجه التحديد، ونتعامل معها باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية وشريكا أساسيا في الإغاثة وفي الأمور الإنسانية والشؤون الإنسانية بشكل عام. للأسف حينما استمر عمل المكاتب المراكز الرئيسية في العاصمة المحتلة صنعاء، وجدنا هناك تحيزا في هذه التقارير، وجدنا ظلالا للميليشيات على هذه التقارير، وفي الحقيقة حتى في اللقاءات الخاصة يصرح لنا كثير من الموظفين الأمميين أنهم يتعرضون لضغوطات كبيرة من قبل الميليشيات، ولكن يمنعهم من التصريح بها عملهم من أجل استمرار عملهم في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين اليمنيين. لكن نحن كحكومة شرعية الآن بدأنا في كثير من المنظمات نتعاون من خلال مراكز رئيسية تنقل إلى عدن، و يعني بتكون هناك زيارة أسبوعية طيران الأمم المتحدة، وهناك إلى العاصمة المؤقتة عدن، وهناك موظفين أمميين سيقون وسيقيمون بشكل دائم في عدن. أعتقد هذه ستعيد التوازن بكثير من التقارير حتى نصل إلى مرحلة إعادة كافة المراكز الرئيسية للمنظمات الأممية للعمل بنشاط مستقل ومحايد من العاصمة المؤقتة عدن. طيب، كم من الوقت تحتاج هذه الخطوة حتى تصبح في سياق التنفيذ، ربما فتح مكاتب للمنظمات الدولية في عدن؟ وهل ستكون هناك مكاتب في عدن، وأيضا ستستمر المكاتب الموجودة حتى الآن في صنعاء؟ نعم، ستستمر المكاتب في صنعاء باعتبارها فروع تقدم الخدمات للمواطنين، يعني حيث يكون هناك احتياج للمساعدات الإنسانية يجب أن تكون المنظمات الأممية موجودة. طيب، التأخير حتى الآن في الشروع في تنفيذ وبدء عمل هذه المكاتب، هل يعتمد على الحكومة على توفير أجواء آمنة ربما وبعض الجوانب اللوجستية، أم على ماذا يعتمد حتى الآن؟ لماذا التأخير؟ هناك يعني جهود كبيرة تبذل خلال العامين، هناك مسؤوليات على السلطات المحلية، هناك مسؤوليات على الحكومة في توفير هذه البيئة الآمنة والبنية التحتية اللازمة لعمل هذه المكاتب. أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة من خلال قيام فريق الأمم المتحدة لتقييم الوضع الأمني والاستقرار الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، وتم رفع اسم عدن من ضمن مدن الإخلاء في العالم، وبالتالي من يعني يحق للأمم المتحدة وموظفيها أن تباشر عملهم في هذه المدينة بكل أمان وبكل سلاسة. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على حجم الجهود التي بذلتها الحكومة وبذلتها السلطات المحلية والأمنية. طيب، سنعود للحديث عن هذه النقطة ربما وعن جهود الحكومة وتعاملها ومعالجتها للموضوع الإنساني والإغاثي وعلاقتها بالمنظمات، لكن نشرك معنا من صنعاء في النقاش المتحدث الإعلامي باسم مكتب منسق الشؤون الإنسانية سيد ماك جولدريك، ينضم إلينا الأستاذ زيد العلاية. أهلا بك أستاذ زيد. مرحبا بك أستاذ الكريم. أستاذ زيد، ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني يقول أن الحكومة تقدمت بطلب للمنظمة الأممية تطالب بتغيير السيد ماك جولدريك، هل تبلغتم بهذا الأمر؟ ليس لم نبلغ بالأمر رسميا، ولكن من 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 المهم جدا أن يعرف البعض ويدرك بأن الشؤون الإنسانية بعيدة كل البعد عن ما عن الصراع السياسي الدائر. وأقول إنه كل مع احترامي لكلام سيد نائب وزير حقوق الإنسان وأحترم كلامه كثيرا، وأقول منسق الشؤون الإنسانية وكل المنظمات العاملة في الشأن الإنساني بعيدة كل البعد، وفي كل أنشطتنا وما نقوم به نبتعد عن الجانب السياسي كامل، لأن هناك منظمات أخرى تابعة للمتحدة من ضمنها مجلس الأمن ومنظمات أخرى هي التي تعنى بالجانب السياسي، إضافة إلى مكتب الأمين العام. كل ما نقوم به في اليمن
من أنشطة ومن أشياء مبنية أساسا على احتياجات الناس. نحن موجودون في صنعاء وموجودون في عدن وموجودون في تعز وموجودين في الأماكن التي فيها ناس محتاجين للمساعدة. عدد المنظمات العاملة، المنظمات العاملة في الشأن الإنسانية العاملة في عدن أكثر مما هي موجودة في صنعاء. ليس هذا فقط، عندما نتحدث إن الأمم المتحدة تتعامل مع كل الأطراف، نحن نعقد مقابلات مع هذه الأطراف هنا ونعقد مقابلات مع هذه الأطراف هنا. هدفنا الأساسي والوحيد في وجودنا في اليمن هو مساعدة الناس من يحتاجون إلى مساعدة. هذا واحد من المآخذ هذه اللقاءات المتكررة بمسؤولي الانقلاب، يقول السيد محمد عسكر وغيره من مسؤولي الحكومة الشرعية أنه مساواة بين الانقلابين والحكومة الشرعية. سبب المقابلات هي من أجل تسهيل وصول المساعدات إلى الناس. أخي الكريم أستاذي سامي، نحن نتحدث في 2017 عن ما يقارب من 18.8 مليون يمني محتاجون إلى مساعدة إنسانية. نحن نتحدث عن ما يقارب من 17 مليون يمني يعانون من انعدام أمن غذائي. نحن نتحدث عن 7 مليون يمني يعانون من انعدام أمن غذائي شديد، بمعنى أن هؤلاء الناس يأكلون وجبة واحدة ولا يدرون من أين سأتي. لكن المسؤولين سيد زيد، المسؤولين الأمميين المعنيين بالشأن الإنساني والإغاثي، هناك لهم تصريحات تؤخذ أنها ضمن أجندة سياسية هي في صميم توظيف العمل الإنساني في الصراع، وهذا ما قاله خالد اليماني في باريس. وهناك ارتباط مثلا على سبيل المثال معركة الحديدة. نحن قمنا بإصدار ما يقارب من 40 بيان صحفي في اليمن هنا عن الشؤون المختلفة، لا يوجد فيها أي لفظ يتعلق بالشأن السياسي. هناك أطراف معنية في الأمم المتحدة تعنى بالجانب السياسي. السيد جيمي ماكولدريك لم يتحدث أبدا في الجانب السياسي أبدا، كل ما يقوله في بياناته سواء في زيارته الأخيرة في تعز أو في مناطق أخرى يتحدث عن دعوة جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني، دعوة جميع الأطراف إلى فتح معابر للوصول للمساعدات الإنسانية، دعوة جميع الأطراف إلى إبعاد المدنيين عن الصراع. لا نستطيع أخي سامي نحن في الشؤون الإنسانية أن نضع أصابع الاتهام على هذا الطرف. طيب أنقل هذا الرد إلى نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر. إذن الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني والإغاثي تعمل على مسافة واحدة من كل الأطراف، تدعو إلى احترام حقوق الإنسان كما يقول أستاذ زيد العلاية، وبالتالي هي في نشاطها بعيدا عن العمل السياسي. ما ردك؟ نحن نشجع موظفي الأمم المتحدة القيام بدورهم بهذا المستوى وبهذه المعايير التي يتطلبها عمل الأمم المتحدة العمل الإنساني. لكن أنا حينما أجد تقارير غير منصفة وغير محايدة بالشكل اللازم، من حقي كحكومة شرعية أسعى إلى إيصال المساعدات لكافة أنحاء اليمن أن نتساءل حولها. مثلا كم من المرات تم نهب المساعدات التي وجدناها في الأسواق السوداء تباع وهي مساعدات إنسانية ولم يتحدث عنها أي بيان للمنسق العام للأمم المتحدة؟ كم من المرات تم نهب هذه الشاحنات في البيضاء وفي إب وفي الحديدة ولم تقوم منسقية الأمم المتحدة بإصدار أي بيان لإدارة ميليشيات الحوثي بنهب هذه المساعدات؟ كم من الضغوط التي تمارس على مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من الجماعات ميليشيات الحوثي والصالح ولم تتحدث عنها؟ أيضا الزيارة الشهيرة للسيد ستيفن أوبراين إلى تعز وضرب إطلاق النار على موقفه ومنعه من الوصول إلى تعز، ما البيان الذي وجدناه؟ يعني وجدنا بيانات ضعيفة جدا لا ترقى إلى هذا هذه التقطعات وهذه النهب للمساعدات، وللأسف تحول كل هذه الأموال إلى المجهود الحربي. نحن نريد إيصال المساعدات إلى كافة أنحاء اليمن. طيب هذه النقاط والتوضيح هذا منك سيكون هناك مساحة ليرد على الأستاذ زيد العلاية، لكن أنتم أيضا في الحكومة الشرعية صحيح أنكم تتهمون المنظمات الأممية بالانحياز للانقلابين لأنها تقيم في مناطق تسيطر عليها سلطة الميليشيا، لكنكم حتى اللحظة يقال أنكم لم تقدموا لهذه المنظمات ما يمكن أن يساعدها على التخلص من قيود الميليشيا وسطوتها، مع التأكيد على أنكم تصرحون وتقولون الحكومة الشرعية الآن تسيطر على 85%، والسيد زيد علاء يقول أنه ربما هناك نشاط للمنظمات الأممية هو أكثر وأكبر في المناطق المحررة من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. نحن أي إشكالات ونحن ملتزمون كحكومة شرعية بكافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة ومنظماتها من جهة أخرى. نحن ملتزمين بهذه الاتفاقيات، ملتزمين بالقانون الدولي باحترام المواثيق الدولية
لعمل ونشاط المنظمات الدولية العاملة في بلادنا، وبالتالي احنا ندعوها لممارسة أعمالها من عدن. لم يحصل حتى الآن أي إساءة من قبل أي أجهزة السلطات الشرعية اليمنية في المناطق المحررة، وإذا هناك أي إشكاليات فإننا نقوم على الفور بتسهيل هذه المشكلات، تسهيل مهمتها. جاء السيد ستيفن إبراهيم وطلب أن يكون لوحده بدون أي مسؤول يمني، وأنا شخصيا عرضت عليه أن كان يريد أن نرافقه من أجل أي أمور، طلب أن يكون هو وفريقه فقط ينزلون إلى المناطق وإلى المناطق المدمرة وإلى المستشفيات، وتم السماح له بكل سلاسة أن يتحرك بكل حرية هو وموظفيه في داخل عدن، بينما العكس صحيح الذي حصل من إطلاق النار ومنها من دخول تعز. هذا للأسف نحن لا نتجنى ولا نريد للمنظمات الأممية إلا أن تقوم بدورها المنوط بها، إلا أن تقدم المساعدات. طيب هذا واضح. أعود لضيفي من صنعاء المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة زيد العلاي. أستاذ زيد العلاي، إذن سمعت في رد النائب وزير حقوق الإنسان يتحدث عن تقارير غير منصفة تصدر عن المنظمات الأممية، وأيضا يقول أن هناك عمليات نهب تتم للمساعدات ولا تصل إلى مستحقها. أنت كمسؤول إعلامي هل صدر أو كنت حاضر في بعض التصريحات الإعلامية التي تحدثت عن هكذا خروقات ربما في العملية الإنسانية الإغاثية؟ أستاذ سامي، أنا لم أرى التقارير هذه، يتحدث أنه فيها تقارير صدرت عنا وكانت ركيكة كما يتحدث سيد نائب وزير حقوق الإنسان. أنا مطلع على كافة التقارير التي صدرت من جهتنا، وكما كلمتك ووعيد هذا الكلام في مقابلات كثيرة، وأنها تقارير مبنية ليست فقط على وسائل إعلامية، نحن لدينا فرق ميدانية حتى فيما يتعلق بعملية توزيع الأغذية سواء في صعدة أو في تعز أو في عدن أو في كل هذه الأماكن، بيتم بعد عملية كل توزيع مراقبة وتقييم لعملية المساعدة نفسها. في بعض الأحيان لما نتحدث عن أنه وجدت مواد إغاثية في السوق السوداء، ليست الذي يقوم بهذه العملية قد يكونون المستفيدين أنفسهم، لأنه طيب في التقارير تتحدث عنها أستاذ زيد العلاي، تقول أن هذه التقارير الصادرة عنكم هي ربما تتحدث بعمومية وتتهم كل الأطراف ربما وتوجه رسائل لكل الأطراف، لكن هناك بعض التقارير تصدر وتحمل المسؤولية وتترصد لانتهاكات التحالف العربي والشرعية بالاسم. في المقابل مثلا ما فيش أي شيء بنذكر فيه اسم، زي ما في تقارير بتصدر. أنه أخي الكريم، كما الاتهامات التي تأتي من طرف، احنا بنتلقى من الطرف الاخر ايضا نفس الاتهامات. امام مكتب الامم المتحده في خيمه منصوبه كبيره ومسكره الشارع قدام المبنى حق الامم المتحده، متظاهرين معتصمين من نازحين بيتهموا الامم المتحده بالوقوف مع الحكومه الشرعيه، في مظاهرات يوميه بتنطلق من اماكن معينه وتصل الى مبنى الامم المتحده وتتهم الامم المتحده وتتهم منصة الشؤون الانسانيه. في صنعاء تقصد، في صنعاء تقصد ان هناك مظاهرات؟ نعم نعم نعم، مؤيده نعم للشرعيه. نعم، ويسمح لها الاتهامات وكثير من الاتهامات. هو ربما تقصد انتم امهات المختطفين والذين طردنا مؤخرا في شوارع صنعاء، غيرها لا يوجد بالفعاليات. لا في فعاليات، في فعاليات اسبوعيه قد تكون من 3 إلى 4 مرات امام مكتب الامم المتحده، امام مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه، فعاليات من نازحين وفعاليات من متظاهرين مما يتعلق بقضيه الرواتب في طيب الاتحاد العام للعمال، دائما ياتون معترضين طيب بيتهموا المتحده انها هذا بالنسبه هذه حقوق مطلبيه فئويه تحق للجميع، ليس لها علاقه ربما بانه لهم علاقه بالشرعيه، هؤلاء مواطنين عاديين يخرجون مطالب رواتبهم حتى لا يوظفوا ضمن طرف سياسي. اريد القول نحن في الشؤون الانسانيه لا نستطيع ان نتدخل في الشان السياسي ولا نقف على نقف مع الأرض في مسافة واحدة من جميع الأطراف. همنا الأساسي والأول والأخير هو مساعدة اليمنيين. فيما يتعلق بوجود مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، نحن نتحدث وكما قلت لك سابقا أن وجودنا مبني على عدد الناس المحتاجين للمساعدة. عدد الناس المحتاجين للمساعدة في المناطق الشمالية هو عدد كبير جدا فعلا. طيب أستاذ زيد العلاي، نائب وزير حقوق الإنسان تحدث ربما ونقل رواية وصلتهم عن بعض الموظفين في المنظمات الأممية، يقولون أن ربما هناك بعض القصور أو المحابة في دورهم له علاقة بضغوط تمارس عليهم من قبل سلطة الأمر الواقع حيث ما هم متواجدين. هل إذا ما تم نقل المكاتب الأممية ربما يخف عليكم الضغط قليلا من قبل الميليشيا ويمكن لكم العمل بمساحة أكبر؟
امر نقل المنظمات هي عمليه لوجستيه بحته، احنا مش موجودين في 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 صنعاء، يدل على انه اعتراف بفصيل عن فصيل اخر. وجودنا في 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 صنعاء هو من اجل شيء واحد فقط، تقديم المساعده للناس المحتاجين اليها فقط. مكاتبنا موجوده في عدن، والمنظمات العامله في الشان الانساني هذه موجوده في عدن اكبر مما هي الذي موجوده في صنعاء. ونحن الان بصدد في 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 برنامج وفي خطه معينه للامم المتحده انها تقوم بافتتاح ايضا مكتب للشؤون الانسانيه في المكلا ايضا. طيب هذا فعلا تسير طيب اتهام ثانية. اتهام ما يخص المنظمه الامميه معروفه هي لا تعمل من خلال افرادها في كل المناطق وفي كل المساحه الجغرافيه اليمن، هناك لكم شركاء محليين، هناك ماخذ مهم في هذه النقطه على الامم المتحده انها ربما شركائها المحليين لهم علاقه ربما بطرف الانقلاب، وهناك رفض من قبل الامم المتحده ومنظمه للعمل مع بعض المنظمات المعارضة والرافضة للانقلاب، ما ردكم على هذه التهم؟ أستاذ سامي هناك ما يقارب من 120 منظمة دولية وأمم متحدة ومحلية تعمل في الشأن الإنساني، كل هذه المنظمات تم اختيارها بعناية، وليس كل النشاطات التي تقوم بها المنظمات المحلية تقوم بمنأى لوحدها، في كل نشاط تقوم به هذه المنظمات في الاختيار؟ يتم بعدها زيارة. طيب تقول اختيارها بعناية، ما هي المعايير في اختيار المنظمات؟ معايير الحيادية، معايير أنه يكون لها هدف واحد، أني تصل إلى الناس المحتاجين بغض النظر عن انتماءاتهم أو قناعاتهم السياسية أو الدينية أو العرقية أو أي طيب شيء. إذا صادف أن منظمة من هذه المنظمات التي اختيرت كشريك محلي أصدرت تقارير وفي تقاريرها اتهمت طرف بشكل معين، هل يتم التعامل معها فورا بشكل حازم؟ والأمم المتحدة لديها معايير قاسية ولا تقبل بشكل أو بآخر أن يتم التعامل مع المحتاجين أو المستفيدين من المساعدات بنوع من الحيادية أو بنوع من التمييز. شكرا جزيلا لك زيد العلا المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة تحديدا السيد ماك جولدريك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من صنعاء. عد لضيفي نائب وزير حقوق الإنسان دكتور محمد عسكر، إلى أي مدى سيكون تأثير ربما على هذه الأزمة والتصريحات من قبل الحكومة والمطالبة بتغيير سيد ماك جولدريك على الوضع الإنساني والإغاثي، هل ربما يكون هناك تأثير؟ بكل تأكيد الأمم المتحدة مطالبة بدراسة أي طلبات للدول الأعضاء بشأن أي موظف أممي، خصوصا أوقات الأزمات وأوقات الحروب تكون هناك اتهامات متبادلة، لكن على الأمم المتحدة التحقيق فيها. حينما نطرح لم نطالب يعني هناك العشرات الموظفين الأمميين يعملون في اليمن، هناك العديد من المنظمات الدولية تعمل في اليمن، لماذا تم المطالبه خصوصا بما يتعلق بالاغاثه والشؤون الانسانيه؟ حينما نجد بيانات لديها صبغه سياسيه بينما هم يدعون البعد التام كمنظمه انسانيه بعيده عن السياسه، علينا ان نتساءل وواجبنا كحكومه ان نقدم تساؤلاتنا وان نطلب ايضاحات. البيان الاخير للامم لهذا المنسق يتحدث انه اذا تم دخول ميناء الحديده ستحل كارثة على الشعب اليمني، وكأن ميناء الحديدة هو اليمن في حالة حصار كامل ولا يوجد إلا منفذ هو ميناء الحديدة، بينما على الحقيقة هو العكس صحيح، هناك أكثر من 4 أو 5 موانئ في اليمن، هناك ميناء عدن فيه 3 موانئ قابلة لاستقبال أكبر البواخر في العالم، هناك ميناء المخا، هناك ميناء المكلا، هناك أكثر من 200 3 بريين مع المملكة العربية السعودية ومع سلطنة عمان، كل هذه المنافذ تعجز عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، ولا يجب ولا يمكن أن تدخل المساعدات إلا عبر ميناء الحديدة. أنا نجد أن هذا نوع من التجاني على الحقيقة، وهو يعني طيب إلى أين وصلت الأمور في موضوع ميناء الحديدة والمعركة؟ هناك كانت تصريحات على مسؤولين أمميين يقولون أنه ربما سيتم العمل وإيصال مساعدة إلى ميناء عدن. لا لم أفهم السؤال أخي العزيز. فقط في موضوع عندما تم الحديث عن معركة الحديدة أنها ربما قد يكون لها تأثير على الميناء عدن وميناء الحديدة ووصول المساعدات إلى المواطنين ومستحقيها وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، هناك تصريحات جاءت على لسان ستيفن أوبراين وغيره من المسؤولين، قيل أنه ربما هناك مساعي لتجهيز موانئ أخرى لإيصال المساعدات إليها. الآن مثلا برنامج الغذاء العالمي قام بعمل مخازن كبرى ل في عدن في ميناء عدن لاستقبال الغذاء، لكن نحن لما نتساءل ونأخذ على هذا منسق الشؤون الإنسانية
انه يتحدث عن حلول كارثه انسانيه اذا تم اغلاق ميناء واحد من موانئ اليمن، فهذا تجني على الحقيقه. نحن نقول له ان هناك ميناء عدن قابل، واكثر من 90% من المبائع التي تاتي الى ميناء عدن بحسب ما صرحت لنا هيئه موانئ خليج عدن انها تاتي لبضائع تذهب الى المناطق التي تحت سيطره الانقلابيين بشكل رئيسي، هنا تحوي على اكبر تدابير ثانيه. كذلك هيئه موانئ البحر العربي حينما تتأنى اكدت ان اكثر من 90% من البضائع التي تاتي الى ميناء المكلا تذهب الى هذه المناطق. ثم نجد ان مسؤول اممي يتحدث حلول كارثه بشريه وانسانيه كبرى اذا تم اغلاق ميناء الحديده، هذا غير صحيح. اذا تم اغلاق ميناء الحديده بكل بساطه سيذهب اليمنيون الى الموانئ الاخرى، وسيذهب التجار والمنظمات الامميه الى موانئ اخرى، كما حصل حينما تم اغلاق مطار صنعاء، كانوا يتحدثون عن حصول كارثه انسانيه، والان مطار سيئون ومطار عدن يستقبل اكثر من 80% من الركاب، ياتون من تعز ومن اب ومن صنعاء ومن اب ومن كل المناطق الجمهوريه. شكرا لك دكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الانسان، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ينضم الينا من جيزان الرئيس منظمه وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي، اهلا بك سيد نجيب. خلال العامين الماضيين رصدت الحكومه الشرعيه الكثير من الانتقادات على اداء مكاتب الامم المتحده وممثله، باعتقادك ما ابرز الاشكاليات التي وقعت فيها هذه المكاتب والممثليات وتثير كل هذه الانتقادات؟ شكرا لك اخي العزيز. للاسف الشديد ان مكاتب الامم المتحده خلال الازمه اليمنيه وعقب الانقلاب او من قبل الانقلاب لم تكن تعمل بحياديه، بل كانت تعمل وما زالت تعمل باجنده خاصه داعمه للانقلاب نوعا ما، وان كان بشكل رسمي هي الامم المتحده مؤيده للشرعيه. لكن من خلال عملها، من خلال تعاطيها في الواقع، تتعاطى مع الانقلاب بشكل كبير جدا. واضح ذلك من خلال إثارة بعض القضايا التي تخدم جماعة الحوثي، والإغفال قضايا أخرى تدين جماعة الحوثي. على سبيل المثال قضية إثارة موضوع ميناء الحديدة وإغلاق ميناء الحديدة، والأمم المتحدة تصرخ بأن هناك كارثة إنسانية ستحل باليمن إذا أغلقت ميناء الحديدة. لكننا قبل شهرين كانت بيانات الأمم المتحدة تتكلم عن حصار لليمن مفروض من قبل التحالف العربي. هنا تناقض، يعني في السابق كانت تختم الميليشيا الانقلابية بأنها تقول هناك حصار، الآن عندما اقتربت قوة التحالف العربي والشرعية من ميناء الحديدة تصرخ وتقول ستحل كارثة إنسانية في الحديدة. كذلك تغض الطرف تماما عما يجري في كثير من المناطق، مثلا في تعز الحصار الذي منذ سنتين مفروض على محافظة تعز على أكثر من مليون مواطن، لم نسمع الأمم المتحدة تتحرك. طيب ما تقول عنه أنت وتصفه بأنه غض طرف من قبل الأمم المتحدة عن بعض الممارسات، هم يبررونه في هذه المنظمات بأنهم يعملون بعيدا عن السياسة وعلى مسافة واحدة من كل الأطراف، ما المطلوب منهم حتى يكون عملهم مقبول؟ ربما إذا ما دخلوا في موضوع الاتهامات وتحميل طرف، هم يقولوا بذلك أنهم يصبحوا ضمن أدوات الصراع ومنحازين لطرف على الآخر. نطلب منهم أن يتعاملوا بمكيال واحد، لا نريد منهم شيء آخر إلا أنهم يتعاملوا بطريقة واحدة. عندما يدينوا عملية أو يصرخوا من قضية عندما كانت ستتحرر الحديدة، قالوا بأن هناك كارثة إنسانية. لماذا لا يقولوا بأن هناك كارثة إنسانية في تعز؟ أيضا عندما حصلت أحداث في قرية السراري سمعنا بيانات إدانة وتنديد، بالمقابل حصلت يعني محرقة هولوكوست في قرية توبيشي أو جبل الحبشي، تم تفكير 7 منازل، تم تهجير قرية بكاملها ونهب كل ممتلكات الناس، لم نسمع الأمم المتحدة تتحرك. شكرا لك. شكرا لك ضيفي من جيزان رئيس منظمة وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي، والشكر أيضا موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل كمال حيدر، أكونوا بخير.